الإنجازات بتتحدث عن نفسها وبترد على كل خائن بيردد شائعات ملهاش أي أساس من الصحة. نشوف معاكم فيديو بيجاوب على هذا السؤال، السؤال اللي هو مصر بتتحارب ليه من خلال عرض هذه الإنجازات. احنا ليه النهاردة بنتحارب؟ علشان بنبني بلدنا، علشان بتعلى رايتنا، علشان بجد مصر بتقوى وبتتطور. مصر اللي اتهلكت مرافقها وخدماتها، مصر النهاردة أسست بنيتها تحتية وبتستعيد طاقتها بأشكالها وأنواعها. مصر اللي الصحراء زحفت على أرضها وبالطوب والأسمنت اتدمر زرعها. مصر النهاردة بتغزو الصحراء، تخضر رملها باستصلاح وزراعة ملايين الأفدنة من الزراعات المكشوفة والبيوت الزراعية الضخمة اللي بتنتج محاصيل صحية بتنافس أجود المحاصيل في العالم. مصر اللي عانى شعبها صحيا وبدنيا فيروسات وأمراض مستوطنة وقوائم انتظار طويلة للحالات الحرجة. مصر النهاردة بمئة مليون صحة بتسابق الزمن علشان ترجع لأهلها عافيتهم وترجع معاها البسمة والأمل. مصر اللي التعليم فيها تأخر وتراجعت مكانتها العلمية والبحثية. مصر النهاردة بتغير وتطور منظومة التعليم بالكامل علشان تواكب أعلى المنظومات العالمية في الفكر والمعرفة والبحث العلمي. مصر دخلت التصنيف العالمي علشان تبني عقل ووجدان الإنسان. مصر اللي كانت الضلمة بتحصرها ليل ونهار، مصر بنت شبكة كهرباء جديدة بالكامل، هي الأحدث والأقوى في الشرق الأوسط، وتوسعنا في إنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة. مصر النهاردة في نور دايم وكمان بتصدر الكهرباء. مصر اللي كان عندها أزمة كبيرة في الغاز والبترول والمحروقات، ده غير طوابير البوتاجاز، النهاردة بتحقق معدلات نمو فوق الخيال وبننتقل من مرحلة الاكتفاء الذاتي للتصدير. مصر اللي المسافات فيها كانت بعيدة وساعات الانتظار الطويلة عزلتها عن بعضها، مصر حققت طفرة وثورة كبيرة في إنشاء طرق، أنفاق، كباري ومحاور جديدة بتمتد آلاف الكيلومترات، حققنا في 5 سنين اللي ما تحققش في 100 سنة. احنا عارفين احنا بنتحارب ليه، احنا بنبني بلدنا مصر على الطريق الصحيح.